لزوج عائلات تعطوا الثالثه ضروب نعطوا الثالثه ثلاثه مازال ما دوالو في الكوفيرتات شحال يدو يدو ربع كوفيرتات زوج مطارح زوج ليكوات اصبر شويه هيا بصح يجوني تاع العيله ربع مطارح ورا ربع مطارح السلام عليكم، معك مكونة إسعافات أولية السيدة كرة سميرة من ولاية سعيدة ورئيس اللجنة المحلية بذات المدينة سعيدة. رانا احنا متواجدين في بلدية عين الصفراء منذ ثلاثة أيام واليوم الرابع، وطبعا كان هناك المسعفين معنا ما شاء الله من كل ولايات وبالذات ولايه وهران، وجاتنا المساعدات من الولايات المجاوره كولايه عين تموشنت، ولايه تيارت، ولايه غليزان، ولايه البليده طبعا، وولايات اخرى ما زالت تتوافد، ولايه تيارت وولايات اخرى ما زالت تتوافد المواد الغذائيه والافرشه منها. ورانا بالتنسيق طبعا، رئيس والي الولايه هو المشرف على العمليه، هو رئيس اللجنه اللي كنا نسقوا مع الضمان الاجتماعي، والحمد لله كانت الاجتماعات ناجحه وقدرنا نكونوا متحدين كهلال ومع المرافق الهياكل الاخرى، والحمد لله اليوم رانا بدينا العمليه المساعدات للعائلات، وكانت العمليه مشتركه مع جميع الهياكل وتتضمن افرشه ومواد غذائيه ومياه معدنيه، والحمد لله العمليه راها في البدايه ورانا متواصلين ومتواجدين معاهم الى غايه نهايه المهمه ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.